بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد بن علي بن موسى، علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم فكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأشد به من اهتدى وزكيت به ما تزكى، فصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك، إنك عزيز حكيم.